توازن واستقرار في أسعار الخضر والفواكه بأسواق الجملة، غير أنها ستعرف ارتفاعا محسوسا بأولى أيام شهر رمضان، خاصة الطماطم والبطاطا والتي تشهد ندرة بالفترة الأخيرة، ما سيزيد الطلب عليها لتبلغ حدود 100 دينار أو أكثر بسوق الجملة. الوفرة متوفرة، ليبري راه في متناول الجميع، قرعة 20 دينار 25 دينار 30 دينار بلافو، الشفلو 4000، الفول 2000 3000، اللوبيا 15000 12000. الموسم تاع البصل اليابس يكون ناقص دوكا تاع فريغو برك ناقص شوية، والبطاطا تجي من بعيد تاع واتسوف يكونوا في ارتفاع. السيمانة هذه تاع رمضان تكون البطاطا واحد 70 دينار هكذاك، فلفل واحد 15000، لا طوماط 12000 13000. بالرغم من أن أسعار الفواكه تعرف استقرارا نسبيا باعتبار أن الشهر الفضيل سيكون منوعا بالفواكه الموسمية، إلا أن تجار الجملة يتوقعون ندرة البعض منها ووفرة منتجات أخرى، خاصة التمور والتي يكثر عليها الطلب في الشهر الفضيل. الأسعار راهي مليحة، أسعار مليحة، واش نقول لك، الفريزة راهي من 10000 حتى 15000 16000، ما شاء الله هايلة. القارص شوية، اليامات هذو يامات رمضان يستحقوه الناس، الشربات ولا التمر راهو من 30000 حتى 50000 حاجة شابة، ماكسيمو 50000 حاجة شابة. السنة كاينة السلع، السنة كاينة السلع، الأيام اللي فاتوا ماشي على هذيك، حبيت نقول لك سما ما طلعش. شهر رمضان والذي يشهد كل سنة ارتفاعا محسوسا بالأسعار، هذا العام لن يختلف عن سابقه، خاصة وأن ندر ببعض الخضر الأساسية يعرفها السوق منذ مدة. أما سلوكات المستهلكة الشرائية فمن شأنها وحدها أن تضبط بورصة الأسعار وفق مقاربة العرض والطلب.